كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الحمد لله الناس خرجت كتحتفل بكل عفوية حي بن كيران في هذه الليلة المباركة احتفاء بذكرى مولد خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين بمختلف شرائح الحي، أطفال، شبان، نساء، رجال، شباب، وكلهم فرحانين يعني بصرف النظر عن مشاغل ديالهم أو عن انشغال ديالهم، كاملين خرجوا في الشوارع يتجولون في الشوارع يعبرون عن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل قاطع على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين. بالنسبه لحي بن كيران لما كيتعرف بحومه الشوك يخرج كل عام كيحتفل بالمولد النبوي، والساكنه كتخرج كتشارك وتعبر على الفرحه ديالها بمولد خير البريه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما كتشوفوا كل عام كتلقى واحد الاستجابه ليا كبيره بزاف، لان هذا الحدث ولا هذا اللي كيفكرنا وكيحيي الذكرى ديال سيدنا رسول الله في القلوب ديالنا. حنا كنحاولوا بهذا الموكب هذا اننا نشاركوا الناس الفرحه ونعبروا على الفرحه ديالنا مع السكينه ديال الحي. الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وعلى اله وسلم، صلى الله وشكر لله والحمد لله وشكر لله اشكر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.